وينضم إلينا من طوكيو في اليابان سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان. سعادتك، رحيل المغفور للشيخ خليفة ما في شك أن أثر في قلوب محبي ويعني في الإمارات والعالم. ما هي دلالات هذا الحب الذي حظي به المغفور له؟ مشكور طال عمرك. الإمارات فقدت والعالم فقد قائد وأب كرس حياته لرفعة هالوطن والمواطن، وكلنا عشنا في فترة نمو كبير من تولي صاحب السمو المغفور للشيخ خليفة بن زايد حكم دولة الإمارات في سنة 2004. نعم سعادتك، رئيس وزراء اليابان يعني نستذكر هذا الحديث، قال بأن المغفور له ومنذ أن زار اليابان بصفته ولي عهد أبو ظبي في معرض إكسبو ساكا أم 1970، ذكر بأن أعطى اهتمام خاص لتعزيز علاقات يعني الإمارات مع اليابان. اليوم كيف تصف علاقات الصداقة بين البلدين؟ الله يسلمك. في سنة 1970 صاحب السمو الشيخ خليفة يوم كان ولي عهد أبو ظبي حضر إكسبو أوساكا وألقى كلمة الدولة، طبعا يومها كانت أبو ظبي، وألقى الكلمة بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي التسجيل يذكر فيه أن هو مسافر وياي أساس العلاقة هاي بين البلدين، واليوم احنا في هاي السنة نحتفل بخمسين عام من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وبين اليابان، وشفنا نمو كبير في هذه العلاقة المهمة جدا والاستراتيجية بين الدولتين، وكان لصاحب السمو الشيخ خليفة دور كبير في تنمية هذه العلاقة من أول زيارة قام بها لليابان. ولليوم احنا عنا صور زيارته موجودة عندنا في سفارة الدولة في اليابان لما زار أوساكا. نعم، بين الإمارات واليابان علاقات يعني ترسخت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد كما ذكرنا. اليوم ومع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس لدولة الإمارات، كيف ترى مواصلة هذه العلاقات الراسخة مع اليابان وفي جميع المجالات نتحدث، ولكن نذكر قطاع الفضاء؟ الحمد لله احنا بالنسبة لنا في الامارات الانتقال السلس للحكم من صاحب السمو الشيخ خليفة الله يرحمه والشيخ محمد بن زايد حفظه الله، الانتقال السلس هذا شفناه ايضا لما توفى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، ان العلاقة ابدا ما تأثرت، والامارات دائما دولة مؤسسية من ناحية ادارة علاقاتها مع البلدان الأخرى. صحيح. أما بالنسبة لليابان شفنا نمو كبير في العلاقة، وخصوصا بعد زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سنة 2014، وشفنا أول إرسال لمسبار الأمل طبعا من اليابان من جزيرة تانيغاشيما في سنة 2020 خلال أزمة كوفيد يوم اليابان مسكرة أن ما حد يدخل وما حد يطلع. صحيح. فبحكم العلاقة القوية بين البلدين كان في تنويع لهذه العلاقة. نعم. لمجال الفضاء، وإحنا كنا نقرأ ونسمع عن مجال الفضاء في الجرائد، وقمنا مع اليابان للذهاب إلى كوكب آخر. نعم، هي جهود أيضا تقومون بها سعادتك. اليابان تستضيف إكسبو أوساكا في 2025، برأيك كيف تستلهم اليابان من نجاح دولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي؟ اللي شفناه واللي تكلمنا فيه مع الجميع بخصوص أوساكا 2025 وهذا نجاح طبعا لدولة الإمارات، أن قالوا دولة الإمارات قامت برفع مستوى المشاركة في إكسبو لدرجة بيصعب على جميع الدول أنها توصل لهذا الشيء، وهذا الشيء طبعا إحنا فخورين فيه، فخورين بمقدرة قيادة دولة الإمارات على
إنشاء نفس هذا الحفل خلال أزمة كوفيد وخلال أزمة أوميكرون بالأخص يعني. فاليابانيين نظروا كيف قامت دولة الإمارات بإدارة هذا المشروع، وإحنا أيضا ننظر كيف بنرجع لليابان بعد 55 عام من زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة لليابان في سنة 1970. في 1970 كانت مشاركة تعتبر بسيطة ببافيليون واحد اللي هو لإمارة أبوظبي، وبعد 50 سنة استقبلنا العالم كله في الإمارات. صحيح. وكان أكبر مشاركة لأي دولة لأي دولة في إكسبو من عدد الدول اللي شاركت. وحين بنرجع لليابان بس هينا. نعتقد أن عدد الزوار اللي حضروا خصوصا من خارج الدولة شيء ما في دولة بتقدر توازي. شيء مشرف سعادتك. نعم يا سيدي. سعادة الشاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، كنت معنا من طوكيو، شكرا لك.